بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم طلاب الصف السادس، ونستكمل الوحدة الأولى، دروس الوحدة الأولى. واليوم إن شاء الله نبدأ في الدرس الثالث بعنوان Reading and Writing. Reading and Writing، نتعرف فيه على أربع كلمات أساسية: much وmany وsome وany. much وmany وsome وany. أولا نعرف أن في هذه الصفحة، صفحة 6 page 6، أن كلمة much تأتي مع الأشياء التي لا تعد، لا نستطيع أن نعدها. أما many تأتي مع الأشياء التي تعد. وهنا في درس الطعام، الأطعمة، تأتي كلمة how much، ما كمية، مع الأطعمة التي لا نستطيع أن نعدها. و how many تأتي مع الأطعمة التي نستطيع أن نعدها. المثال: how much flour، ما كمية الدقيق أو الطحين. و how many tomatoes، ما عدد الطماطم، حبات الطماطم. أوكي. أما كلمة some معنى حبة أو شوية، بعض. we have some، نقول we have some، أي شيء يأتي بعدها ما في مشكلة، يعد أو لا يعد. we have some flour، لدينا بعض الطحين. أو we have some tomatoes، لدينا بعض الطماطم. أما كلمة any بمعنى أي، تأتي في الجملة المنفية. وتعرفوا معي من الفصل الدراسي الأول أن الجملة المنفية هي التي فيها not، هي التي فيها not، بمعنى نقول not، do not، we do not have or we don't have any flour، لا يوجد لدينا أي طحين. أو we don't have any tomatoes، لا يوجد لدينا أي حبات من الطماطم. يبقى كلمة some تأتي في الجملة العادية اللي هي غير منفية، يعني لا، التي ليس بها not. أما كلمة any تأتي في الجملة المنفية التي فيها not. هذه أربع كلمات. ثم نبدأ باستماع إلى تلك الأسئلة، ثم نعلق عليها إن شاء الله. نستمع جيدا ونحاول نفهم. Are you hungry? Yes, I am. Is there anything to eat? Why don't we make a pizza? That's a great idea. What do we need? Let me see. We need flour, oil, cheese, tomatoes, peppers, and mushrooms. يبقى عندنا الأطعمة الموجودة. هم اقترحوا فكرة ليعملوا البيتزا، اللي هي البيتزا اللي انتوا معروفة. Why don't we make a pizza؟ لما لا نقوم بعمل بيتزا؟ واستعرضوا بعض الأطعمة التي يحتاجونها في عمل ذلك: flour بمعنى الطحين، oil الزيت، و cheese الجبنة، tomatoes طماطم، peppers اللي هي حبات الفلفل، mushrooms اللي هي فطر عيش الغراب، والmushrooms اللي انتو المعروف طبعا. ونكمل لنرى ما الكميات التي يحتاجونها. How much flour do we need? We need 2 cups of flour. And oil? How much oil do we need? 1/2 cup of oil. And cheese? How much cheese? 3 cups of cheese. يبقى اللي عندنا في أول 3 أنواع من الأطعمة: flour احتاجوا 2 cups، 2 كوب، و oil احتاجوا 1/2 cup، يعني نصف كوب، وما cheese احتاجوا 3 cups، 3 أكواب. ثم نكمل باقي الأشياء. Wow, that's a lot of cheese. What about tomatoes? How many tomatoes do we need? 4 tomatoes. Okay, 4 tomatoes. How many peppers? 2 peppers. How many mushrooms do we need? 10 mushrooms. يبقى هذا الكلام موضح. يبقى 2 peppers، 2 حبات من فلفل، و mushrooms 10 حبات.
وهذا ما سمعناه. ثم نرى. Okay, good. Now let's play for real. يبقى هم عندهم هنا بعض الأشياء. هيقولوا we have يعني لدينا. We have some لدينا بعض flower. But we don't have some. We don't have any oil. We don't have any oil. يبقى ليس لدينا أي من الزيت. يبقى الكلام زي ما هو موجود أمامكم. نقول أيضا عن جملة أخرى عن الطماطم. We have some tomatoes. وأيضا نقول We have some peppers. طيب نستخدم any. نقول لو إحنا ليس لدينا الجبنة نقول We don't have any cheese. أو we don't have any oil. يبقى هذا الكلام نستخدم فيه كلمة some أو كلمة any للتعبير عن الأشياء التي موجودة عندنا أو التي غير موجودة. ثم ننتقل إلى التمرين التالي وهو كما هو موضح قبل أن ننتقل. ونقول we have some flour. طيب أما عند الأويل نقول no يعني we don't have any oil. في حالة الجبنة نقول we have some cheese. في حالة الطماطم نقول we have some tomatoes. طيب في حالة peppers نقول we don't have any peppers. وفي حالة mushrooms نقول أيضا we don't have any mushrooms. يعني في جملة أما تكون yes معمول جنبها جنب نوع الطعام yes نقول we have some. أما يكون معمول جنب الطعام no نقول we don't have any. ويمكن أن تمارسوا هذا الكلام وتقولوا مرة أخرى. طيب أيضا الجزء الموجود تحت في أسفل صفحة 6 في جملتين تكملونها الجملة الأولى وتكمل الجملة الثانية بشيء من الموجود فوق كالمثال تقول we have some flour we don't but we don't have any oil. وجملة الثانية أيضا تكملونها بنفس الطريقة تقول we مثلا have some مثلا cheese but we don't have any peppers وهكذا. أي جملة هي ستكمل الجملتين اللي تحت بشكل صحيح. ثم الصفحة التالية وهي بها قائمة الطعام في مطعم وتنقسم إلى 6 أصناف. نستمع لهذه الأصناف معا. First, let's practice the food names. Appetizers: leek soup, blue cheese. Main course: spaghetti with meat sauce, seafood spaghetti. Side dishes: French fries, green salad. Desserts: ice cream, fruit salad. Drinks: honey tea, green tea. Today's special: turkey mayonnaise. يبقى هذه الأصناف نقولها appetizers اللي هي فواتح الشهية أو الأطباق الجانبية تقدم مع الطعام كفواتح شهية. وليك سوب بمعنى شوربة الكرات.
وبلو تشيز الجبنة، نوع من الجبنة زرقاء، وسايد ديشز الوجبات أو الأطباق الجانبية، في فرنش فرايز وفي جرين سالاد البطاطس المقلية والسلطة الخضراء، ومين كورس يعني الوجبات الأساسية في سباجيتي وذ ميت صوص، يعني اللي هي المكرونة سباجيتي مع شوربة اللحم، و سي فود سباجيتي اللي هي سباجيتي مع المأكولات البحرية، وديزيرتس الحلوى في آيس كريم وفي فروت سلطة، ودرينكس في هاني تي شاي بالعسل وجرين تي شاي أخضر. توداي سبيشال يعني وجبة مميزة اليوم هي تركي مايونيز، يعني طبعا تركي بمعنى ديك رومي، ومايونيز يعني مضاف عليه المايونيز. ونستمع للسؤال والإجابة. Now make pairs. One partner is the waiter or waitress and the other is the customer. What would you like? I'd like leek soup, seafood spaghetti, green salad, and ice cream, please. What drink would you like? I'd like green tea, please. Sure, just a moment. يبقى هنا سؤالين سألوا. What would you like? ماذا تريد؟ يعني الأطعمة اللي انت اخترتها من القائمة. والسؤال الثاني What drinks? أو what would you like to drink؟ يعني drink اللي انت عايز تشربه. ممكن احنا كمان نقوم بممارسة هذا الكلام بسؤال وإجابة، واحد يسأل والآخر يجاوب. مثلا أكلم علي أقول What would you like علي؟ أقولي I would like French fries and seafood spaghetti. Seafood spaghetti. ممكن كمان يزود and chocolate ice cream، يعني ice cream شوكولاتة. يبقى الأشياء اللي ذكرها أقول أيضا what would you like to drink، يعني ماذا تريد أن تشرب، أو what drinks do you like أو would you like، what drinks do you like أو would you like. قول لي I would like a green tea or a cup of coffee، أي شيء. أقول له just a moment، يعني انتظرني قليلا من فضلك. وهذا هو الكلام نمارسه باستخدام السؤالين What would you like أو What drinks would you like. والآن ننتقل إلى كتاب النشاط، وعندكم في صفحة 75 and 76 75 و76 نرى ما فيها من كلمة much any و many some و any وكيف نستخدمها في الجمل. طيب عندنا هنا في exercise number one حط some much أو any، حط much أو any. much زي ما قلنا مع الأشياء التي لا تعد، و many مع الأشياء التي تعد من الأطعمة. How much flour؟ ما كمية الفلاور الدقيق أو الطحين. How many eggs؟ كم عدد البيض. How many tomatoes؟ ما عدد الطماطم. How much milk؟ ما كمية الحليب. How many apples؟ يعني ما عدد الأبلز. How many apples do we need؟ التي نحتاجها for the apple pie، ل يعني حلوى، نوع من الحلوى أو الكيك المحلى ب التفاح. I don't know. وهكذا زي ما ترون المقصود تفهموا وتعرفوا الفرق بين much و many. ثم التالي وهو some و any. قلنا some تأتي في الجملة العادية الغير منفية التي ليس بها not، أما إني تأتي في الجملة المنفية التي بها not. We have some sugar but we don't have any milk. لدينا بعض السكر وليس لدينا أي حليب. We have some apples but we don't have any bananas. There is some orange juice. There isn't any oil. There are some chocolates. ناخد بالنا إن كلمة there is
there are. There is تأتي في الجملة التي بها اسم لا يعد أو مفرد، يعني there is some orange juice. هنا orange juice عصير البرتقال، هنا لا يعد، فجبنا كلمة there is. و there are تأتي مع الجملة اللي فيها أطعمة تعد، there are some chocolates. هنا chocolates تشير إلى قطع الشوكولاتة تعد، يبقى there are some chocolates in the box، وهكذا. ف there is يوجد، يأتي بعدها في الأطعمة اسم لا يعد كما هو موجود في رقم 8، و there are تأتي بعدها أطعمة أو أشياء يمكن أن نعدها زي في رقم 10 number 10 there are some chocolates، يعني يوجد بعض قطع الشوكولاتة in the box. والتمرين على اليمين الجانبي هو نضع how much how many للتذكرة، نقول how much تأتي مع الذي لا يعد، how many تأتي مع الذي يعد. How much milk do we need نعملها مع number 8 تحت، و how many tomatoes do we need ما عدد حبات الطماطم التي نحتاجها، و number C how much cheese do we need ما كمية الجبنة التي نحتاجها. ثم الصفحة التالية سؤال what would you like ماذا تريد؟ الإجابة I'd like a burger and fries please. Burger and fries. Sure, just a moment. انتظرني لحظة أو قليلا. أيضا يمكن أن نكتب كلمات أخرى من عندنا في تمرين نمبر 2. What would you like? What would you like? I'd like a salad. يعني طبق من السلطة مثلا. And some water please. Okay, oh sure, just a moment. Number 2. What would you like? I'd like a kabsa. عارفين طبعا طبق الكبسة. And a soda please. Soda يعني نوع من المشروبات الغازية. Sure, just a moment. تمرين على اليمين number 3. طبعا هنا أشكال في round بمعنى مستدير، oval بيضاوي الشكل و square مربع الشكل. A dish is sometimes يعني الطبق اللي بيبقى فيه الطعام أحيانا بيكون square يعني مربع الشكل number 8 تحت. و the moon is sometimes القمر أحيانا بيكون round مستدير. و a spoon is usually الملعقة عادة تكون oval يعني بيضاوية الشكل. فلملخص ما قلناه في هذا الدرس، نجد how many و how much و some و any. تجد هذه الأسئلة سهلة، how many oranges do you eat مثلا I eat 3 oranges. How much lemonade، lemonade معناه عصير الليمون، وهنا شيء لا يعد، يقول one cup of lemonade يعني كوب من عصير الليمون مثلا. How many sweets كم عدد الحلوى do you eat I 4 sweets 5 sweets وهكذا. الحلوى يعني مثلا زي التوفي وهكذا. و how many meals كم عدد الوجبات، برضو 3 meals 2 meals 4 meals. How many hours do you sleep كم عدد ساعات النوم، 8 hours 6 hours 7 hours. How many hours do you exercise التي تتمرن فيها كل أسبوع مثلا 4 hours 3 hours 5 hours. Do you have healthy food هل لديك الأكل الصحي؟ Yes I do أو no I don't زي ما تعودنا بالإجابة على سؤال دو في الفصل الدراسي الأول. وهنا في السؤال الثامن يعني نتذكر ونقول بعض من الأطعمة التي موجودة عندنا أو التي نحبها، meat مثلا apple pie and نقول green salad سلطة خضراء. How much water do you drink every day كم كمية الماء التي تشربها كل يوم، نقول مثلا 8 cups of water 8 أكواب من الماء، أو مثلا نقول 1 liter of water.
What's your favorite food? ما طعامك المفضل؟ هنا برضو What's in your lunch؟ ما الذي يوجد في lunch يعني الغذاء؟ نقول I have some مثلا meat. I have some green salad. I don't have any tomato مثلا any tomato sauce. I don't have any soft drink. ليس لدي أي مشروبات غازية. وبإمكانك أيضا تستخدم there is some يعني يوجد بعض. وتتذكر أن كلمة there is some يأتي بعدها اسم أو طعام لا يعد. نقول there is some meat. وأيضا ممكن نقول there are some. وفي هذه الحالة تجيب اسم يعد. نقول there are some apples. هنا الأبلز التفاح يعد يعني يوجد بعض من التفاح. there are some apples. ولو عايزين نقول not نقول there isn't any لأن any هي اللي تأتي في حالة not أو there aren't any مع ملاحظة أن إذا في there is أو there isn't نأتي باسم لا يعد زي مثلا طعام لا يعد نقول زي مثلا meat. ولو عندنا are نأتي بطعام يعد زي مثلا there are some apples أو bananas وهكذا. وهذا هو المقصود من درس اليوم بشكل أساسي تعرف على many much و some و any واستخدامهم مع I have و I don't have و there is و there are مع ملاحظة أن not تأتي مع any و some تأتي في الجملة المثبتة التي ليس فيها not. وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.